بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة جنوتوكس العربية. اليوم سنتعرف على برنامج التحميل الرائع إكستيمان. هذا البرنامج هو برنامج منافس قوي لبرنامج إيديمان أو إيدمان أو آيديمان، كل حسب لفظه. البرنامج حر مفتوح مصدر برخصة جنو العمومية، وبرنامج قوي استخدمته وأستخدمه متى احتجته. سنقوم في هذا الفيديو بالتعريف بالبرنامج وطريقة التحميل والتثبيت والعمل بالبرنامج. أولا نفتح المتصفح محرك البحث، ثم نكتب SXDMan. هذا هو الموقع الرسمي XDMan.SourceForge.net، موقع البرنامج Extreme Download Manager. البرنامج متوفر لجميع أنظمة الحاسوب Windows, GNU Linux, Mac OS X. سأحمله لGNU Linux 64 بيت من هنا. يمكن تحمله حسب النظام الذي تستخدمه. أنا قمت بتحميله من قبل، لذا لن أقوم بتحميله مرة أخرى. يكفي أن أذهب إلى مجلد التحميل، سأجده هناك. ستجده بملف مضغوط tar.xz. نفك الضغط extract here. سنجد ملفين عندما ندخل إلى ملف المجلد. نقوم بضغط زر الفأرة الأيمن على install.sh و permission نجعلها anyone أو من خلال الطرفية نضغط على، لأني لا أملك صلاحية المدير هنا، سأعطيه صلاحية المدير. أضغط على F4 لأني أستخدم PCMan FN حسب مدير الملفات لديك. أضغط sudo chmod plus x ثم اسم الملف، أعطيه صلاحية التنفيذ، ثم أقوم بتثبيته sudo سيبدأ بالتثبيت. دائما بصلاحية الجذر. You can start XDM for start menu. You are tip XDM in terminal as non root user. الآن سأبحث عن البرنامج XDM Download Manager. سأفتح البرنامج. هذا هو البرنامج. يقول لي هل تريد إضافة على الفايرفوكس أو الكروميوم؟ أختار الموزيلا فايرفوكس. أقوم بتحميل بنسخ هذا الملف. أتي إلى البالمون لأنه نسخة من لأنه مبني على الفايرفوكس. أرى إن كان سيعمل على البالمون أو يجب فتح يعمل Add to Firefox. جيد. انستال ناو. ريستارت ناو. البرنامج اباوت لنعرف معلومات عن البرنامج. نسخه 2016. لإضافة ملفات إلى قائمة الملفات التي يمكن تحميلها، نأتي إلى Tools Browser على ما أظن Option و File Tips.
هنا يمكن إضافة أي ملف نريد أن يتعرف عليه البرنامج ويقوم بتحميله بشكل مباشر. هنا العديد من الملفات المتواجدة، إذا كان ملف ما غير متواجد يمكن إضافته. أظن أغلب الملفات التي نحتاجها موجودة، يمكن إضافة ملف أو امتداد إلى القائمة. الآن سنقوم بتجربة البرنامج لنرى مدى فعاليته في تحميل. نقوم مثلا بفتح يوتيوب مثلا أي مثلا هذا الفيديو. كما ترون أيقونة البرنامج أو رابط التحميل، هنا تقول لك الجودة المتوفرة MP4 على جودة الفيديو. نقوم بتحميل مكان وضعها بروسر داونلود. يمكن أن أغير إلى فيديو ثم أوبن ثم أوبن just as long as both subjects are facing the same direction, otherwise it's not going to look right. Another thing you want to keep in mind is the lighting in the picture that was taken. If you have one photo with outdoor lighting during daylight versus another photo with like really poor indoor lighting, it's really not. بدأ التحميل فعلا أشارت على الانتهاء بسرعة كبيرة. open folder open لنفتح الملف بشكل مباشر. هو الفيديو قد تم تحميله بسرعة. This is Nick with logos by nick.com and in today's tutorial. أتمنى أن يكون الشرح مفيد، أعجبكم وأفادكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.